The second Egyptian Junior Research Competition. Thanks, Professor Rabban, for organizing this wonderful event as every semester. This is the 12th, and I believe this is the second national Undergraduate Research Forum. It's one of the highlights of Nile University activities over the years, and it has been a landmark for us because it embodies all the principles and ideals upon which Nile University was founded. ان احنا نعمل البروجكت بتاعتنا وان احنا نخليها يعني بشكل يليق وشكل بريزنتبل للمسابقات ولسوق العمل. التنظيم طبعا ما شاء الله يعني بيتطور من كل سنه لسنه بصراحه. يعني جامعه كويسه جدا، وطبعا احنا شرفنا ان احنا نكون موجودين النهارده. استفدت ايه؟ ان انا اتعاملت مع ناس كويسه في مجال البيزنس والانتربرينور شيب، واللي قيموا ادوني نصايح جميله جدا في المجال. الكومبيتيتيف سول بيننا وبين بعض كطلبه، وان احنا عايزين نوصل لاحسن للليفل نقدر عليه دايما موجود. الافكار او اللي هي تبادل الافكار اللي بيبقى موجود في اليوم ده، بيلاقي الفكره حلوه وكده بيساعدنا وبيدينا فيدباك بيخلينا ان احنا نطور من الحاجه بتاعتنا عشان نوصل لاحسن منها. فدت كتجربه نفسها تو كومبيت، واهميه الحدث نفسه في ان هو مشاركه عدد كبير من الجامعات. استفدت منها ان انا شفت بروجكتس ثانيه، شفت برزنتيشنز، عرفت ناس مختلفة، عرفت الدنيا، فهمت الدنيا، عرفت الريسيرش بيبر بتتعمل ازاي اقدر ابلش بيبر. هو ان احنا جايين مبسوطين وهنمشي مبسوطين بس كده.